منورنا ومشرفنا الشيخ ابراهيم يوسف امام وخطيب في وزاره الاوقاف. منورنا يا شيخنا، ربنا يبارك في عمرك. الله يخليك. وموضوعنا النهارده موضوع مهم جدا، موضوع الزكاه. الزكاه هي ثالث ركن في اركان الاسلام، يعني لا يصح الاسلام الا بيها. نعم. عايزين نفهم اكتر ايه هي الزكاه وايه الفرق بينها وبين الصدقات. تمام. احمدك اللهم واستعينك واصلي واسلم على خير خلقك وخاتم رسلك سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، خير من صام وقام وزكى وعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته. طبعا الزكاة والصدقات أمر بيشغل جميع المسلمين في هذا الوقت وفي هذه الفترة من كل عام. لماذا؟ لأن طبعا رمضان واحد الخيرات، علشان كده بيستحب إخراج الزكاة بالذات زكاة المال في شهر رمضان كما قال أهل العلم. إيه هي الزكاة وما هي الزكاة وإيه الفرق بين كلمة زكاة وبين كلمة صدقة؟ أيوة. ببساطة عشان خاطر يعرفها الكبير قبل الصغير، كلمة الزكاة أخص من كلمة الصدقة. يعني إيه؟ يعني كلمة الصدقة بالمعنى البلدي كده أكبر شوية من كلمة الإيه؟ الزكاة. كلمة الصدقة معناها كل حاجة الإنسان بيخرجها من ماله أو من غير ماله لوجه الله سبحانه وتعالى. بمعنى ممكن أتصدق بمالي، ممكن أتصدق بأخلاقي، ممكن أتصدق بعرض كما قال رسول الله، والحتة ده بينها. يعني النهاردة أتصدق بعرض إزاي؟ حد شتمني أو حد قال عليا كلام، أتصدق بعرض عليه والله إيه يسامحك، دي اسمها صدقات. عشان كده لما سيدنا صلى الله عليه وسلم جه في الحديث قال يصبح على كل عضو أو سلامة منكم صدقة. يعني كل يوم في الصباح كل واحد فينا المفروض يتصدق عن أعضائه. فالصحابة قالوا ده موضوع صعب جدا. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. أفهم من الحديث، أفهم أن ممكن عندي حاجات كتير ممكن أتصدق بها، أتصدق بصحتي ومساعدة الناس، أتصدق مثلا بمالي، أتصدق بجهد، أتصدق بأخلاقي. تمام. ده كلمة الايه؟ الصدقة. ببسمة في نعم. وش حد. كما قال الرسول تبسمك في وجه اخيك ايه؟ صدقة. صدقة. وحتى ان تلقى اخاك بوجه طلق فهذه صدقة. يبقى عرفنا ان الصدقة مفهوم اوسع وعام من كلمة الايه؟ من الزكاة. الزكاة بقى ببساطة هنقف بس هنا. نعم. وهنطلع فاصل صغير خالص ونرجع بقى، عرفنا ايه هي الصدقات، نرجع علشان نشوف ايه هي الزكاة. فاصل صغير خالص وراجعين على طول، اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنيينكم. ورجعنا لكم تاني ومكملين مفهوم الزكاة. كنا خلاص عرفنا مفهوم الصدقة أو إيه الصدقة هي إيه، مفهوم الزكاة بقى. طبعا زي ما قلنا إن الصدقة أعم من الإيه؟ من الزكاة، وبينا قبل الفاصل الزكاة عبارة عن يعني إخراج الشيء من الأموال. تمام. الزكاة مخصوصة بالإيه؟ بالأموال. الصدقة ممكن تصدق من أي حاجة عندك زي ما قلنا كده، إنما الزكاة بتخرج من الأموال. كلمة أموال معناها كل ما يملكه الإنسان له قيمة. مش فلوس بس. مش فلوس بس. تمام. عندي بيت، عندي ارض، عندي كذا، عندي تجاره. دي اسمها كلها ايه؟ أموال. تمام. دي معنى الزكاه ببساطه. الزكاه بقى اصلا سميت زكاه ليه؟ قالوا جاء من الزكاه وهي النماء. النماء ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الانسان بيخرجه من الزكاه. ربنا سبحانه وتعالى وانفقتم من شيء فهو يخلفه وخير رازقين. لان الزكاه دي بتعمل في النماء في المال، بتعمل بركه في المال، بركه في الاولاد، بركه في الصحه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بين ان الربا مهلك، والزكاه بتنمي وبتكبر الايه؟ الشيء. عشان كده سماها القران زكاه ان شاء الله. خير. طيب الزكاه تخرج لمين؟ تمام. وايه الفرق بين الفقراء والمساكين؟ نعم. وهل الزكاة ينفع أطلعها لحد من قرايبي أو حد من المحيطين بيا؟ تمام. إحنا طبعا لو اتكلمنا عن زكاة المال، هي نفس مصارف زكاة المال نفس مصارف زكاة الفطر إن شاء الله هنبين. اللي هم القرآن تحدث عنهم في الآية 60 في سورة التوبة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر هذه الآية، 8 أصناف اللي حددهم القرآن. طبعا الناس دايما بتختلف ما بين الفقير والمسكين. ببساطه ويعني باسلوب يواكب العصر اللي احنا فيه، الفقير ليس له دخل. ليس له ايه؟ دخل. دخل. تمام. واحد معدم ما عندوش اي مصدر للدخل. انما المسكين عنده دخل ولكن لا يكفيه. تمام. نوضح حته دي. اول مره يعني. المسكين عنده دخل ولكن لا ايه؟ لا يكفي. بمعنى واحد موظف. موظف. مرتبه ضئيل. نعم. ما بيكفيش احتياجات بيته واسرته. ما بيكفيش الشهر زي ما بقوله. تمام؟ تمام. ده يدخل في حد المسكنه. المسكنه. ودون بقى اللي عايزين نركز عليهم ليه؟ لان الفقير ابدى صفحته للناس. عشان كده القران جه ادبنا قال ايه؟ للسائل
والمحروم. المحروم اللي هو ما يقدرش يسأل الناس، عفه وعزه نفسه تمنعه انه يسأل مين. فده انا لازم اتحسس عنه وادور عنه زي ما القرآن قال تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس ايه الحافه. تمام. ابحث عنه وادور عنه واقدم له الحاجه دي في صوره هديه عشان ما احرجهوش. تمام. فعشان كده المسكين له دخل ولكن لا ايه لا يكفي. عشان كده القران لما جه اتكلم في سوره الكهف اتكلم عن اصحاب السفينه، اما السفينه فكانت لايه؟ لمساكين يعملون. عندهم سفينه عندهم ومساكين. سفينه بس مساكين. ممكن يكون عندي ارض، ممكن يكون عندي اي عقار، ممكن يكون عندي وظيفه، ولكن لا ايه؟ لا تكفيني. فانا ادخل في حد المسكنه في هذا الوقت. يبقى اذا الفقير غير الايه؟ المسكين. الفقير ما عندوش خالص دخل، انما المسكين عنده دخل ولكن لا ايه؟ لا يكفي. نعم. تمام. طيب زكاة الفطر وهي يعني اللي شغلانا وشغله بالنا الفترة دي. احنا في رمضان وخلاص العيد على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين، فعايزين نخرج زكاة الفطر، نخرجها امتى؟ تمام. ونصابها ايه؟ خاصة ان احنا بقى في وقت غلاء والكلام ده كله كمان. تخرج، هل تخرج غلال وحبوب ولا عينية يعني، ولا مادية فلوس؟ تمام. هي زكاة الفطر طبعا واجبة بإجماع الفقهاء. واجبة على مين بقى؟ مين اللي طلعها أصلا وتطلع أيوة. لمين؟ وإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث، والصحابة أو العلماء خدوا من الحديث قالوا إن زكاة الفطر واجبة على من يملك قوت يومه. يعني اللي عنده اللي يكفيه يوم العيد. تمام؟ خلاص؟ يبقى إذن وجبت عليه زكاة الإيه؟ الفطر. طبعا. بعض الفقهاء قالوا لأ، هي واجبة على من تجب عليه الزكاة. بمعنى ايه؟ اللي عنده حاجات حد فلوس. عنده دخل وفي حد الكفاية زي ما بيقولوا مستور. تمام. ده اللي يجب عليه زكاة الايه؟ زكاة الفطر. تمام. طب تخرج لمين بقى؟ قلنا نفس مصادر زكاة المال للفقراء والمساكين والى اخر الايه الايه. واحنا طبعا القسم المشهور عندنا قوي الفقراء والايه والمساكين. فتخرج لهم ان شاء الله. طيب هل النهارده تخرج لاهل البلد ولا ممكن اخرجها بلد تانية؟ ايوه. العلماء قالوا ان انا ما ينفعش اخرجها من بلدي اللي انا قاعد فيها البلد تانية الا اذا كان قريب. تمام. يعني دلوقتي مثلا عندي اختي ساكنه في بلد تانية، في محافظه تانية، مش من اهل البلد. في الحاله ديت هي اولى بالايه؟ بالزكاة. وهي محتاجه ومن اهل الاحتياج. هي اولى بالزكاة. عندي قريبي في بلد تانية وهكذا. يبقى اخرجها له. مش بلد تانية، دوله تانية. أيوة. لا، مسكن مدينه تانية غير اللي انا ساكن. محافظه تانية او مدينه تانية اللي انا ساكن فيها. تمام. طب هي بتخرج قد ايه بقى؟ احنا كده عرفنا مين اللي خرجها وبتخرج لمين. قد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقت وقال صاعا من تمر او صاعا من شعير الى اخر الايه الحديث. ايه هو الصاع؟ العلماء قالوا ان الصاع حاجه اسمها 4 امداد، مختلفين فيها ما بين 2 كيلو ونص لحد 3 كيلو ونص. يعني ليه؟ لان زمان كان في الاختلاف الموازين. فالنهارده دار الافتاء بتقول ايه؟ 2 كيلو ونص لحد الايه؟ اللي هو الاوسط. من ايه بقى؟ تمام. هطلعها من ايه؟ العلماء قالوا غالب قوت الانسان. يعني النهارده احنا العامه بتاعتنا الغالب القوت بتاعنا ايه؟ الارز والمكرونه والحاجات دي كلها. تمام. فبتخرج من هذه الايه الاشياء. يبقى كل واحد عليه صاع. يعني طالما الانسان قادر يبقى يطلع ما يوازي او ما يساوي او ما قيمته 2 كيلو ونص وليكن ارز او مكرونه. يعني تمنهم. وناس ثانيه قالت لا، احنا بنخرجها ايه؟ بنخرجها حبوب. ولكن انا مع جمهور الفقهاء الحبوب. ليه يا جماعه؟ لان احنا النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلوات الله عليه لحد سنه 80 من الهجره، يعني بعد عصر الخلفاء الراشدين وبعد يعني منتصف عصر بني اميه، المسلمين او العرب ما كانش عندهم عمله تخصهم. نفهم بقى الحديث، لان الناس بتيجي تصدر لا وما خرجتش حبوب يبقى باطله. طب النهارده انا هقول حاجه بسيطه جدا. تمام. النهارده لو احنا ادينا كلنا وخرجنا كل صدقاتنا حبوب للفقير، هيعمل الفقير؟ يعني انا اعرف ناس ان هي بتاخد الحاجات دي بس وتروح تبيعها. يبقى طب مين ليه بيستفيد؟ انا احطه في الموقف ده؟ مين اللي بيستفيد اصلا؟ مش الموقف كمان، مين اللي بيستفيد دلوقتي؟ لان النهارده التاجر ما بيبيعش ربنا فيه. ايوه. الكيلو رز ابو 15 هياخده ب 10 وب 7 ويشوف بعينين. أيوة. يبقى اذا انا اديت زكاه لمين؟ التاجر مش الفقير. تمام. فالامام ابو حنيفه كان سابق عصره في الفكر وقال ايه؟ وقال لا، احنا بنخرجها ما قيمته مال. ما قيمته ايه؟ مال. وجه الامام البخاري صاحب الصحيح وجه الامام ابن تيميه رحمه الله واكدوا ان الانفع للفقير هو اللي يحصل. صح، لان هو ادرى. نعم. بحاله ادرى. نعم. باحتياجاته. فلو كلنا اخرجناها حبوب ففعلا الموضوع هيبقى شاق عليه جدا ان هو يرجعها تاني اموال علشان يقدر يسد حاجته. فيبقى الافضل والاصح
في وقتنا ده ان احنا نخرج زكاة الفطر من الاموال او من الفلوس. نعم. طيب فاصل صغير خالص وراجعين ومكملين الموضوع بتاعنا موضوع الزكاة، اوعوا تروحوا في اي حتة، راجعين لكم على طول. ورجعنا لكم تاني ومنورنا ومشرفنا شيخنا شيخ ابراهيم يوسف امام وخطيب في وزارة الاوقاف، ومكملين موضوع الزكاة. طيب هل اجر الزكاة كاجر الصدقة؟ هو طبعا الزكاة الواجبة اللي هي فرض على الانسان زي زكاة المال دي طبعا اجرها عند الله عظيم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث يعني القدسي الذي رواه عن ربه: وما تقرب الي عبدي بشيء احب اليه مما افترضته عليه. الفريضة الاول، الفرض اساس، تمام. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى اذا اجر الزكاه افضل شيء لله سبحانه وتعالى، انا ادي اللي عليه، تمام. ولكن طب انا عايز بقى اقرب اكتر وربنا يحبني اكتر، يبقى زود من الصدقات اللي هي الايه؟ النوافل او الصدقات الزائده. نعم. طيب سؤال مهم وبيشغل بال النساء كلهم، عندي شويه ذهب. نعم. بلبس منهم وبغير فيهم او شايلاهم، دول بقى اتصرف فيهم ازاي؟ او الزكاه بتاعتهم تبقى الفقهاء إيه؟ مختلفين في هذا الامر. يعني جمهور الفقهاء واغلبهم بيقولوا لو كانت المراه واخده الذهب او الفضه او الحلي هذا الزينه بتاعتها للزينه، عشان تتزين بهم عشان تلبسهم وكده، ما عليهوش اي زكاه. ما عليهوش اي ايه زكاه. واستدلوا ان ستنا السيده عائشه كانت بترعى اولاد اخوها وكانوا في حجرها وكان عندهم ذهب وكانت لا تؤدي عنه الزكاه. تمام. طالما انا ببساطه هاخد الذهب للزينه، يبقى هنا النيه تمام. وفي الامام ابو حنيفه قال لا، لو كان للزينه او مش للزينه بتجب فيه الايه؟ الزكاة. ولكن احنا بنقول ايه؟ بنقول لا، اللي بيحكمنا هنا النيه والمقدار. بمعنى يعني النهارده واحده عندها مثلا قرشه وعندها مثلا اسوره وعندها مثلا خاتم، حاجات كلها مثلا قيمتها مثلا 100,000 جنيه، تمام، واخدها بنيه الايه؟ الزينه. لا، ده ما عليهاش شيء. عايزه تصدق بقى صدقه هي من نفسها براحتها، مش محدده. تمام. ولكن النهارده ما شاء الله حد عنده ثاني مثلا عنده ذهب بمليون جنيه، ده نقول له ما عليكش؟ لا طبعا. يبقى في الحاله دي بنطبق قول الامام ابو حنيفه، لانه عنده ما شاء الله سعه، فكل ما يخرج كل ما كان خيرا له وخيرا لمين؟ طيب للفقراء. نصاب الذهب اللي يتخرج عليه الزكاه، النصاب يعني المقدار اللي امتى خرج عنه؟ 85 جرام من الذهب. يعني اي حد عنده 85 فيما فوق. نعم. فوجبت أكيد الزكاه. بحسب ازاي؟ يعني مثلا وليكن عندي النهارده ذهب ب 100,000 جنيه، تمام الذهب ب 100,000 جنيه دوت، بطلع عنه 2.5% ربع العشر. ربع الايه؟ العشر. طب هطلع من الذهب نفسه؟ يعني اروح اطلع من عندي خاتم صغير؟ لا، بطلع ما قيمته ايه؟ مال. انا عندي مثلا ذهب ب 100,000، بطلع عن ال 100,000 2500 جنيه اللي هو 2.5%، بطلعهم ايه؟ مال. الزكاة. تمام. هل النهارده ينفع ان انا اقسمهم طول العام؟ بمعنى يعني النهارده عندي زكاه واجبه، عندي مثلا مليون جنيه في البنك، تمام، دوم فائضين عن حاجتي الاصليه وعينهم مدخرهم، تمام، ووجب فيهم طبعا الايه؟ الزكاه. لان بالغوا النصاب يشتروا اكتر من 85 جرام من الدهب. تمام. في بعض الناس تقول لك انا احب ايه؟ اطلع كل شهر حاجه. انا النهارده مثلا عندي اسر محتاجه، عارف حد محتاج، حد بيحتاج، فبطلع زكاه المال. نعم. كل شهر. كل شهر. طب ده ينفع؟ ينفع ولا لازم يطلعوا كلهم مره واحده؟ لا، التيسير، التيسير في الشريعه. احنا بنقول مصلحه الفقير. مصلحه مين؟ الفقير. انا النهارده مثلا زكاه مالي عندي مليون جنيه، مليون جنيه فيهم 25,000 في السنه. 25,000 في السنه. انا بقسمهم كل شهر 2500 جنيه، بطلعهم لحد محتاج، اسره 2 3 4، وبحتسبهم من زكاه ايه؟ المال. مالي، ما فيش ادنى مشكله ان شاء الله. تمام. حلو قوي. شوفوا بقى، يعني الدين يسر جدا وميسر لنا كل حاجه. انا والله يعني سعيده جدا بحضرتك. هندعي بقى في عجاله مالا لموضوع بقى العيد وكده. اتكلمنا عن زكاه الفطر اللي لازم تخرج امتى، عشان ده سؤال مهم ما جاوبناش عليه. هو زكاه الفطر يعني يستباح اخراجها بقول الفقهاء من اول منتصف رمضان. من اول منتصف، مش من اول رمضان. لا، من اول رمضان ده عند الامام ابو حنيفه. ولكن المنتصف ده بقى وقت الايه؟ يعني الايه ان احنا لازم نسرع فيه. الناس بتبقى. ولكن المستحب بقى، المستحب العلماء قالوا ان المستحب اخر 3 ايام فين؟ في رمضان. في رمضان. ولكن احنا بنقول برضه مصلحه الفقير. النهارده ظروف الحياه اختلفت. الفقير محتاج يشتري لبس الاولاد زي ما انا اشتري، محتاج يشتري حاجات العيد، فنبدر شويه. نبدر شويه. يبقى من نص رمضان. من بعد نص رمضان، وبالذات من دخول العشر الاواخر، يستحب ان نخرج الايه؟ زكاه الفطر بتاعتي. تمام. طبعا سالنا سؤال في الفصل، هطلع قد ايه؟ احنا قلنا 2.5 او 2 كيلو ونص
غالب القوت، ولكن زي ما قلنا ده للادنى ده شيء. ادنى حاجه، ده ادنى كل واحد حاجه. ينظر لحاله. انا النهارده ما شاء الله ربنا مس عليا وبكلف مثلا الوجبه بتاعتي وبتاع اولادي اكتر من 500 جنيه 1000 جنيه. احنا النهارده بنخرج بره بنعمل مثلا عزومه بره ب 1000 جنيه، يبقى اطلع ال 25؟ لا لا طبعا، طبعا. كل ما زدت كل ما زاد الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمنا جميعا، كل سنة وانتم طيبين، يا رب نكون أفدناكم النهاردة. هسيب شيخ إبراهيم يدعي لنا ونشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا برحمتك في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك يا مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، واكتبنا عندك من الفائزين. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، واكتبنا فيه من عبادك العتقاء من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فيه السداد والرشاد، اللهم اجعله رمضان الخير والنصر العميم يا أكرم الأكرمين. تقبل منا فيه كل دعاء، بلغنا فيه كل أمل ورجاء، بلغنا فيه كل أمنية صعبت ولكن ليس عليك صعب ولا عسير يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال بلادنا، واحفظ مصرنا، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اكتب لنا فيها عظيم الأجر، بلغنا فيها كل خير، واكتبنا فيها من المقبولين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.